اهلا بكم في فيديو جديد ومقارنه جديده من مقارنات الخنفري. فيديو النهارده هقارن لك فيه برفانين من البرفانات الكويسين جدا للمكتب وذكرتهم كتير وبجيب سيرتهم كتير جدا، برادا لوم انتنس مع بوس بوتل. انا قبل كده قارنت برادا لوم انتنس مع سلفاتوري فيرجامو ويعني قلت لك مين فيهم الاحسن برفان للمكتب، ولكن ايه اللي يحصل لما نحط برادا لوم انتنس قدام بوس بوتل كبرفانين للمكاتب؟ الاول قبل ما ابتدي المقارنه، يا ريت لو مش عامل سبسكرايب يا ريت تديني واحد سبسكرايب واكتب لي في الكومنتات لو عندك اي برفانات عايزني اتكلم عنها او اعمل لها ريفيو. وبرده دلوقتي الخنفاري بقى على الانستجرام، ممكن اسيب لك لينك في اول كومنت تحت، ممكن تعمل لي فولو لو عايز. ونرجع تاني للمقارنه، ايه اللي يحصل لما نحط برادا لوم انتنس مع بوس بوتل؟ نبتدي المقارنه دي بالريحه، بتاخد ايه من ريحه البرفانين دول؟ اللي اتفرج على قبل ما تشتري بتاع برادا لوم انتنس هيبقى ملم شويه بالبرفان ده وعارف انا بتكلم عن ايه. البرادا لوم هو واخد نفس الستايل بتاع البرادا لوم العادي اللي هو الاوريجينال، وحاطين فيه شويه نوتات تدي له يعني ايه عمق شويه، او تدي له انتنسيتي شويه، او يعني ايه صلابه شويه، ان هو يبقى مناسب مثلا للاستخدامات الشتويه او في الاجواء البارده. فالبرفان بشكل عام هو لسه برفان فريش اند كلين، لسه صابوني ومنعش وباودري وكل حاجه، ولكنهم حاطين فيه شويه برجموت وحاطين فيه ساندل وودز، انا اسف، حاطين فيه باتشولي وحاطين فيه ساندل وودز وحاطين فيه شويه توابل وبخور. فبشكل عام البرفان برادا لوم الانتنس اتقل شويه من البرادا لوم العادي، حاطين فيه يعني ايه حاجات تدي له عمق شويه عن العادي، ولكنه لسه برفان منعش جميل، بيدي لك احساس برده بالفخامه والرقي. التركيبه بصراحه برادا ما بيبخلوش اطلاقا في الجوده اللي هم بيستخدموها لاي برفان من برفاناتهم، فمش هتشتكي خالص من حته الجوده هنا، هتلاقيهم كونسيستنت جدا، ثابتين على مبدأهم، ومفيش اي باتش من باتشات برادا بتحس ان هم يعني ايه لعبوا في الجوده بدرجه سيئه خالص اطلاقا، بالعكس هم ناس ثابته على مبدأهم، وده حاجه تحترم جدا فيهم. البوس بوتل ده بقى الموضوع مختلف خالص. بوس بوتل ده من البرفانات القديمه اللي عمرها عدى ال 20 سنه، فالبرفان حصل عليه لعب كتير قوي والزمن بهدله ومرمطه معانا تماما. البرفان ده اول ما نزل عمل ضجه جامده قوي، ويعني ايه خد وضعه ليه برستيج وكل حاجه، ولكن طبعا مع تعاقب السنين ابتدت الشركه ان هم يخنصروا ويعملوا ريفورميليشن، وضربوا الاداء في مقتل خالص. بقى الاداء يعني ايه ما بقاش زي الاول، مش اللي هو الاداء ضايع، ولكن يعني ايه هنتكلم عنها في نقطه جايه. بس بشكل عام البرفان فقد جزء كبير قوي من الجوده بتاعته اللي معهوده عن زمان. لسه الجودة لغاية دلوقتي كويسة مقبولة، ولكنها خسارة ان هي مش زي زمان، ولكن دي حاجة طبعا مع 20 سنة ممكن تتوقع ان حاجات كتير تتغير. وطبعا الشركة بتحاول ان هي ايه تفضل منافسة في السوق بالسعر، فبيحاولوا ان هم يقللوا النفقات. ولكن بشكل عام لو هقارن البرفانين دول قدام بعض من ناحية الريحة، انا ممكن اقول لك ان البوس بوتلد هو يعني ريحته ليها نفس السحر بتاع زمان اللي هو التفاح ممزوج مع القرفة، فمدياله يعني ستايل مودرن شوية. ولكن انا بالنسبة لي شايف ان برادا لوم انتنس هو اللي يكسب من ناحية نقاء الريحة والجودة بتاعت التركيبة، لان برادا بصراحة بيقدموا حاجات بتذهلك من الجودة بتاعتها. يعني البرفان ده فخم جدا 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 بالرغم ان سعره مش غالي، فمن حتة الريحة والتركيبة انا بصراحة هديها لبرادا لوم انتنس. نيجي النقطة تانية لما بنيجي نقارن البرفانات، وهي مواقف استخدامهم او تعددية استخدامهم بمعنى اصح. تستخدم البرفانين دول فين وامتى ومين فيهم الاحسن؟ الاثنين برفانين انا اقدر اقول ان هم مناسبين جدا للجو المكتبي، او لو انت رايح الشغل، او يعني ايه حياتك فيها لبس بدل كتير ورسميات ومقابلات وميتنجز والكلام ده، فالبرفانين هيأدوا الوظيفة دي كويس جدا. البرادا لوم انتنس انا اقدر اقول ان هو ميال اكتر ان هو يبقى شتوي او للجو البارد شويه، لان هو اتقل بكتير من البرادا لوم العادي. فلو انت عايز تستخدم البرادا لوم العادي في الصيف، ممكن تستخدم البرادا لوم انتنس في الشتاء، هيغطي لك المواقف بتاعتك لو انت بتروح الشغل، لو انت لابس بدله، لو انت عندك اجتماعات وكده، ممكن البرفان ده يبقى كويس جدا. البوس بوتل اقدر اقول ان هو مدي لك فليكسيبيليتي اكتر، لان انت ممكن تستخدمه في الصيف او الشتاء، بيدي لك يعني ايه حريه حركه شويه، لان البرفان مش تقيل قوي وفي نفس الوقت مش خفيف قوي، هو في سويت سبوت كده ما بين القرفه والتفاح، يعني ما بين ان هو منعش وتقيل. فالبرفان واخد يعني ايه ركن كويس قوي ومتربع فيه كده وزي الفل. فحته بصراحه الفلكسبيليتي او تعدديه الاستخدام انا اقدر اقول ان البوس بوتل هنا يكسب، لان البرادا لوم انتنس اقدر اقول ان هو اكسكلوسيف بس، او يعني حصريا بس ممكن استخدمه في الشتاء او للجو البارد، انما البوس بوتل ابقى حر الحركه شويه بيه، ان انا ممكن استخدمه في الجو الحر في الصيف او في الجو البارد او في الربيع او في الخريف مش مشكله، وممكن حتى استخدمه كبرفان كاجوال، مش هيقول لا لو انا نازل مثلا مش لابس بدله ولا حاجه، ممكن احط البوس بوتل، هيبقى كويس جدا في اي موقف ارميه عليه. فبصراحه
يعني كلير وينر هنا او يعني فائز هنا البوس بوتل عن البرادا لوم انتنس. نيجي النقطة مهمة واحنا بنقارن البرفانات وهو عامل اطراءات السيدات، وهنا بصراحة انا احترت ويعني حاولت افكر كتير جدا قبل ما اتكلم في النقطة دي، ولكن اقدر اقول ان هما الاثنين متساويين، لان البرادا لوم انتنس ليه قاعدة جماهيرية كبيرة جدا من السيدات، والبوس بوتل ليه قاعدة جماهيرية كبيرة جدا من السيدات، ومش لازم حتى السيدات، الاطراءات بشكل عام الاثنين هيجيبوا لك اطراءات كتير جدا. لو انت في مواقف الشغل اقدر اقول لك ان الاثنين هيغطوك جدا، يعني زمايلك اللي حواليك هيقولوا لك سواء رجاله او سيدات هيقولوا لك انت يعني ريحتك كويسه وايه البرفان اللي انت بتستخدمه. ولكن في حاجه هنا، البوس بوتل ليه زي ما نقول ايه ليه باع طويل في الموضوع ده، فليه وضعه يعني خصوصا مع السيدات بيحبوا الريحه دي قوي. فيعني ممكن اقول ان لو البوس بوتل هياخد 9.5 البرادا لوم انتنس هياخد 9، فلو هدي هنا واحد يعني ايه افضليه شويه بسيطه قوي عن التاني، انا اقدر اقول ان البوس بوتل هياخد الافضليه دي خصوصا في اطراءات السيدات. ما تفهمنيش غلط، البرادا لوم انتنس او البرادا لوم العادي هيجيبوا لك اطراءات مفيش اي مشكله، هتحس ان الناس بيحبوه، هتحس ان الناس يعني ايه يعني مرتاحين وهم حواليك وانت حاطط البرفان ده. ولكن انت ممكن حتى تستخدم البوس بوتل وانت رايح تقابل واحده، يعني ممكن تعتمد عليه ان هو يبقى ديتنج فريجرنس، فانت ممكن تحط البرفان ده في اعتبارك لو انت عامل الاطراءات من السيدات بالذات هو العامل الاهم بالنسبه لك. ولكن اعرف برضو ان برادا لوم انتنس هيدي لك حاجه مقاربه جدا في الاداء، ولكن عشان يعني احقاقا للحق البوس بوتل هو اللي يكسب في النقطه دي. نيجي لاهم عامل لما بنيجي نقارن البرفانات وهو عامل الاداء، مين فيهم اللي اداؤه افضل. وهنا اقدر اقول ان البرادا لوم انتنس هو الافضل في حته الاداء، لان البرادا لوم انتنس والجوده اللي هم مستخدمينها والاضافات اللي هم حاطينها على النسخه الانتنس هيبقى يعني مدياله افضليه في حته الاداء. البرفان هيقضيك اليوم كله مفيش اي مشكله، هتحس ان انت مش محتاج انك ترش تاني ولا حاجه في نص اليوم. البرفان يعني بالوضع الحالي بتاعه الاداء بتاعه كويس جدا، مرضي جدا، بيعدي 7 ساعات ثبات، والفوحان بتاعه برده الى حد ما مقبول لان البرفان مش نفاذ قوي، فمش هتحس ان الفوحان بتاعه يعني ايه مش بيملى اوضه ولا حاجه، ولكنه فوحان لدرجه كويسه ان هو ما يبقاش مزعج للي حواليك وفي نفس الوقت بيلفت الانتباه ليك. فحته الفوحان بصراحه هم واخدين كده ايه يعني سويت سبوت. وبشكل عام الاداء بتاع البرادا لوم انتنس افضل من البوس بوتل. البوس بوتل للاسف زي ما قلت لك يعني لو الباتشات القديمه كنت قارنتها دلوقتي ممكن اقول ان كانت ممكن تكسب، ولكن يعني الوضع الجديد الوضع الحالي البوس بوتل ما اقدرش اقول ان هو يكسب من حته الاداء. الاداء بتاعه اصبح متواضع بكتير جدا عن زمان، قل كتير عن زمان، تحس ان في فعلا فرق ما بين الاداء بتاع زمان واداء دلوقتي. البرفان يعني بقى يجيب ب6 ساعات بالعافيه، فتحس ان البرفان يعني ايه ما بقاش زي زمان، وده للاسف هو الوضع الحالي. فيعني هو ممكن اقول ان البرادا لوم انتنس لو انت بتدور بس على برفان من ناحيه الاداء روح للبرادا لوم انتنس وانت مطمن، اعرف ان البرفان هيغطيك في معظم مواقف استخدامك ومش هتحس اي تقصير خالص من نقطه الاداء. نيجي لاخر حاجه في المقارنه وهي نقطه السعر، مين فيهم سعره احسن من التاني. وهنا اقدر اقول لك ان في فرق شويه في السعر. البوس بوتل انت ممكن تجيبه ب$50 لل100 مللي، البرادا لوم انتنس انت ممكن تجيبها ب$65 لل100 مللي، ففي تقريبا يعني بيلعب في حوالي $15-$20 فرق على حسب برضو انت عايش فين والكلام ده. بس بشكل عام البرادا لوم انتنس اغلى شويه من البوس بوتل. انصحك تجيب مين فيهم؟ بصراحه انا انصحك تجيب البرادا لوم انتنس. لو انت بس عايز تجيب حاجه للشتاء او الاستخدامات الرسميه يبقى اعتمادك يبقى على البرادا لوم انتنس، انما لو انت عايز تجيب برفان متعدد الاستخدام سواء كاجوال او فورمال يبقى ممكن تجيب البوس بوتل. ولكن اعرف ان البوس بوتل ما بقاش زي زمان، ما بقاش ليه نفس الهيبه والوقار بتاعه زمان، الجوده والتركيبه والاداء كل حاجه اختلفت عن زمان، فالبرفان مش هو هو. لو انت عايش على الاطلال وعايش على الماضي ان البوس بوتل هو هو، للاسف هو ده مش الامر الواقع، وممكن تحاول ان انت تشوف بدائل ثانيه ومنها البرادا لوم انتنس. هيدي لك اداء كويس جدا وهيدي لك جوده عاليه قوي وهيدي لك بصراحه تركيبه جميله جدا وريحته هتبقى رائعه فوق الخيال، فده نصيحتي ليك. طبعا انت حر في اختيارك، انصحك ان انت تجرب الاثنين قبل ما تجيبهم عشان برضو تبقى مقتنع 1000000% انت عايز تجيب ايه، ويعني تبني اساس القرار بتاعك على اساس مظبوط. فيعني دي حاجه شخصيه، حريه شخصيه ليك. ده كان رأيي فيهم، ياريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رأيكم، هل متفقين معايا ولا مختلفين، ونتناقش في الموضوع ده، لان في ناس كتير كانت بتسأل ان انا اقارن البرفانين دول ببعض وهم محتارين يجيبوا انهي. ياريت الناس اللي عندها البرفانين يكتبوا لي تحت في الكومنتات هل متفقين معايا في رأيي ده، ولا ينصحوا ان الناس تشتري واحد مخالف اللي انا ذكرته، يعني ان هو البرادا لوم انتنس، ونتناقش في الموضوع ده.